أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب رجعت تصدر الساحة من جديد، والكلام هنا عن إنها مش بس خناقة عادية، لأ دي علقة سخنة إدها حسام لشيرين في فيلتها. إيه اللي حصل؟ وليه اتخانقوا؟ وإزاي قعد ساعة كاملة بيبهدل فيها؟ وإزاي الشرطة بتدور على حسام؟ تعالوا نعرف التفاصيل. مفيش كلام غير عن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب اللي تصدروا الترند من تاني بسبب الخناقه الكبيره اللي حصلت بينهم ووصلت للاسم. وشيرين عبد الوهاب عملت محضر باسم شرطه التجمع ضد جوزها السابق حسام حبيب. طيب ايه اللي حصل؟ الازمه بدات في فيلا في التجمع الخامس، مش بس كده، دي كانت الساعه 5 الفجر، واللي اتقال ان سبب الخلافات اللي وصلت الازمه بين شيرين وحسام لكده هي خلافات بسبب حسابات ماليه خاصه بالشركه اللي بينهم، وكل ده حصل في استوديو غنائي حق بالفيلا بتاعتها. وفي مصادر لموقع الاسبوع بتقول ان شيرين اتهمت حسام حبيب بانه اخذ منها مبلغ مالي بحوالي 50,000 دولار، واخذ كمان موبايل، وده بسبب خلافات على فلوس بينهم. وطبعا الخلاف بينهم وصل للمشاده اللي خلت حسام ينفعل ويقوم يبهدل شيرين ويديها علقه سخنه، ويفضلوا لمده ساعه يتخانقوا لدرجه ان شيرين اتصابت وطلعت وهي متبهدله كده على الاسم. شيرين راحت وعملت محضر في حسام وقالت انه بهدلها وحبسها، وده بسبب الخلافات بينهم وفقا للي نقلوا موقع الدستور عن المحضر بتاع شيرين في اسم التجمع. وفي مصادر قالت لموقع القاهرة 24 ان المحامي بتاعها بيحاول يصلح الامور وممكن توصل للصلح بينهم والتنازل. وفي اقاويل كمان بتقول ان حسام مضى تعهد بعدم التعرض ليها مرة تانية. لكن في كلام تاني ان الشرطة بتدور على حسام دلوقتي علشان تعرف منه تفاصيل اللي حصل وايه اقواله في البلاغ ده والتحقيق معاه. والازمة دي سببت صدمة للكل، وفي فريق مش مصدق اللي حصل وان كان في بينهم قصه حب وانها ازاي توصل لمحاضر وقسام. وفي اللي تعاطف مع شيرين وقال لها انت قويه وصوت مصر ولازم ترجعي وتقفي على رجلك وسيبك من اللي حصل وانسيه خالص كانه ما حصلش. وفي اللي دافع عن الاثنين وقال ان العين هي اللي وقعت بينهم ولازم يراجعوا نفسهم لانهم فنانين كبار وما ينفعش اللي حصل ده. وخلال الايام اللي فاتت طلع حسام في تسجيلات بان شيرين في ازمه مع اخوها وانه السبب في ضياع الاكونتات بتاعتها وانه بيستغلها، ومش بس كده هو شايف انهم اذوها وهم سبب خلافها مع شركه روتانا. وقال ان اخوها مضى توكيل باثر رجعي بانه يتنازل عن مواقع التواصل الخاصه بشيرين وكل ده وهي ما كانتش تعرف. وده كلام متقدم في بلاغ عن طريق ياسر كنتوش للنائب العام، وتقدروا تتحققوا من الكلام ده. وقال كمان انا ما بقولش كلام مرسل ولا اتهامات مش موجوده، انا بقول اتهام شيرين مقدمه بيه بلاغ عن طريق محاميها. وعلى الرغم من كده ناس كتير شككوا في كلامه، لكن شيرين طلعت واكدت الكلام ده في بيان وقالت ان كلام حسام صح بان اخوها باعها، ومحمد شاعر مستولي على السوشيال ميديا بتاعتها بتوكيل كانت عاملاه لمحمد عبد الوهاب قديم. وقالت كمان انها مش بتحب تتكلم عن مشاكلها الشخصيه علشان ما تستغلش حد ومحدش يقول مش ورانا غير شيرين ومشاكلها. واما بقى عن اشاعات ارتباطها بجوز انغام السابق الموزع الموسيقي احمد ابراهيم فشيرين التزمت الصمت، ولكن احمد رد خلال تصريحات بان ده ما حصلش، ووصفت الاشاعات دي بان المفروض تبقى في شهر ابريل علشان تبقى كذبة إبريل، وإنه زيه زي الناس اتفاجئ بالكلام ده، وشايف إن ليه بعد 22 سنة من صداقته بشيرين الكلام ده يتقال دلوقتي، وإن كل ما يشوف الأخبار عن جوازه أو ارتباطه من شيرين يفضل يضحك لأنها حاجة ما تتصدقش. بعد اللي حصل بين شيرين وحسام، شاركنا برأيك في التعليقات، ويا ترى كنت تتوقع إن الخلافات توصل لكده ولا لأ؟